أنا كمواطن جزائري أنتمي إلى ولاية باتنا، نعم لترشح عبد المجيد تبون للرئاسيات 2024 إن شاء الله، ونحن سنتوجه إن شاء الله يوم الاقتراع إلى صناديق أو الانتخابات وتزكية عبد المجيد تبون، وسننتخبه إن شاء الله يوم الموعود إن شاء الله. الحافز اللي خلاني أني أختار عبد المجيد تبون كمرشح بارز، وذلك للوضع الذي كنا فيه سابقا ووضع الحالي، وأنه كانت لديه عهدة للرئاسيات ولاحظنا كل شيء في الميدان، يعني من ناحية مشاريع، من ناحية ترقيات للبلاد، من ناحية الأمن، من ناحية العلاقات الدبلوماسية أو الوضع الخارجي الذي كنا نشتاق له، وها هو نعيشه اليوم إن شاء الله. ويوم 7 سبتمبر سأتوجه إلى صندوق الاقتراع وسأنتخب عبد المجيد تبون إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.